أكثر من تريليوني دينار هي الضرائب بحق أكثر من 1000 شاب في الأعظمية، تعرضوا لأكبر عملية للنصب تشهدها بغداد، بدأت حكايتها منذ عام 2015 وكشفت قبل أيام، حيث تفاجأوا وعلى نحو الصدفة بتراكم الضرائب بحقهم على مبلغ 10 مليار و250 مليون. راجعت الضريبة بوقتها، قال له أنا صدمت حقيقة بالمبلغ، لأن كان عندي يعني عقار وهذا بالتحويل لازم تدفع الضريبة. فرحت راجع طلع علي مبلغ 10 مليار و250 مليون. قالوا نريد جوازاتكم ونصرف عملة من الورق للعراقي على مود تطلع لكم، يعني انتم تستفادون بها كيف يعني عمال وتعبانين واحنا ما نشوف بهاي المطاعم نشتغل، تطلع علينا مليارات، يعني احنا قوة عايشين، تطلع علينا مليار و900 ومليارين. تتنوع طرق النصب التي تعرض لها هؤلاء الشباب الكسبة الذين يعملون كعمال، ولكل شخص منهم قصة مختلفة في وقت تزداد المناشدات لحل قضيتهم. كانت هي ب 2015، قالوا لي على ضوء المستمسكات احنا نستفاد بها، ناخذ نسحب ال 50 ورقه، لانه انت ما تستفاد من عندها، احنا الغرض السوق، فننطيك عليها العموله. فدقيت اسمي بالحاسبه، طلعت عليها ضريبه 1 مليار و545 مليون. قال لي جيب مستمسكاتك يطلعوا لك راتب من الرعايه الاجتماعيه. اصلا انا جواز ما عندي، ورا فتره عندنا ولد صاحبنا راح باعوا بيتهم، بدا يحول بيتهم، طلعت عليها ضريبه، فراجعنا الضريبة طلعت علينا ضرائب. وتشير مصادر إلى وجود الآلاف من الشباب في مناطق أخرى يعيشون ذات المشكلة، فيما تتحدث مصادر عن تورط جهات متنفذة استغلت المستمسكات الرسمية لهؤلاء الشباب من أجل عمليات غسل الأموال. من بغداد، عرب القحطان، الشرقية نيوز.